شو؟ كأنك بتعرفي لهذا الشاب؟ أنو شاب؟ الشاب اللي كان بالسيارة. حبيبي بنظري ما في شاب غيرك، بس ليش عم تسأل؟ هيك حسيت انك بتعرفيه بس مو أكثر. بعدين كأنه كان عم يطلع فيكي بطريقة غريبة، وانتي كأنك تلبكتي بس شفتي؟ اي بجوز كون تلبكت، بس لأني كنت صفنانة بحكيك. بجوز. ايه شو علي يا نور؟ بسيطة، بدك تحبي غير وائل ما؟ أنا صح ما كنت طالعة، ما بتصدقي لبوني شوب كتير برح أغتني، بس يعني مشوار أهم بكتير. مع مين؟ احذري لا تقولي لي كنتي مع وسيم. صح عن جد عم تحكي؟ إيه، وفاجأته بالمستشفى لأنه أبوه مرضان. وبعدين رحنا مشوار. برافو عليكي، وصلك هو لهون؟ إيه طبعا. عن جد عم تحكي؟ إيه، أنت ليش كتير مستغربة؟ ألو؟ إيه حبيبي؟ آخ ويلاه ويلي، الحب ما أحلى. نيالك يا نور. على فكرة ريحتك لساعتها بالسيارة. عجبتك؟ بتصدق إني كنت عم فكر إني ما أفتح الشبابيك من شان ما تروح؟ شو؟ مانك راجع المستشفى؟ شو يا؟ بدك تخلصي مني؟ لا أبداً أبداً مو هيك، بس قلت يعني إنه لازم تطمن على أبوك. إيه وشو من شاني أنا؟ شو مشانك؟ أنا بصراحة نور ما بعرف ليش برتاح بس أحكي معك. وإذا بقلك إنه أنا كمان برتاح تزعل؟ وليش لحتى أزعل؟ ما بعرف، بس هيك بحسك إنه بتحب البنت الكلاسيكية. غلطانة نور، والله غلطانة. أنا كل القصة إنه أنا شخص بحب فوت من الباب بس مو أكتر. هلأ صحيح أنا ربيت بعائلة محافظة ويمكن بتكون بتهمني العادات أو التقاليد، بس بالنهاية أنا شخص ماني متحجر، يعني منفتح بس بحدود. أنا هاي بالذات كلمة بحدود ما بحبها. ليش مين قالك إنه الحدود بتمنعنا إنه نحب أو نشتاق؟ مين قايلك إنه الحدود بتمنعنا إنه نفكر باللي بنحبه؟ يلي منحبه؟ ليكي نور، إجا الشرطي لعندي بعدين بحاكيكي. إيه؟ يلا باي باي. هلا وقت الشرطي هاد منحبه. أنا بحبك. يعني ما جاب لك سيرة خطبة ما خطبة؟ طولي بالك، ليش بصلتك محروقة؟ مو هيك، مو أساس بعت أهله لحتى يخطبوكي. حبيبتي هذا الحكي كان زمان، هلأ أنا حابة نتعرف على بعض، بس شكل القصة ما أنا مطولة لأنه ما بحب قصص التعارف هيك. الله يوفقك يا نور. آمين. وعبالك، عبال ما أشوفك ببيت العدد. دخيلك. شوفيني بالأول بشي نادي رياضي. وهو علينا أنت وياها، خلونا نعرف نتغدى. شبكن بحتوا فرد بحتي؟ تعرفوا أنا ماني مصدق إمتى أتجوز وأخلص منكن. تتجوزي؟ إيه، اليوم كانك مع وسي. عجد؟ اتفقتوا ولا لا؟ ما اتفقنا على شيء، بس هي لبنى بتحب تطالع إشاعات. بالله نور احكي لنا شو صار. إمتى رح يبعت أهله؟ وين رح تسكنوا؟ خلص نور احكي بقى. طولوا بالكن. خلص هلا بحكي لكم. الله معكم. مرحبا بالشباب. أهلين وسهلين. أمو فينا نسألك كم سؤال؟ بخصوص شو؟ بخصوص الصبايا جيرانكم هدول بالبناية طابق أول، زبوناتكم يعني. شو بهم الصبايا؟ يا روي ليش خطف لونك؟ عم بسأل مشان موضوع خطبة وما خطبة. ابن خالتي حابب يخطب وحدة منهم، فقلنا بنسأل شوي عن وضعهم. لك شو يخطب ما يخطب؟ يعني مين بده يخطب منهم؟ ما بعرف اني وحدة منهم.
الله يوفقك، دقله اسأله، وإذا ما معك وحدات خليك تحكي من المحل. هلا لا تعمل لي فيها قصة وحكاية، إذا بتعرف شي احكي، ما بتعرف شي خليني أتيسر. بصراحة هو أنا اللي بعرف. شو بتعرف؟ بعرف كل شي، شو ما بدك، أبو العريف أنا. هلا احكي لي شو بتعرف بسرعة. طيب من أنا وحدي بلش؟ حي الله وحدي منه. طيب يا سيدي، رح أحكي. طيب صبايا، شو رأيكم نعمل لنا شي مشروع؟ أي والله. عندي فكرة كتير حلوة. قولي. شو رأيكم نروح نحضر فيلم بالسينما؟ لولو جاي عبالي. يا الله. طيب اسمعوا، شو رأيكم نروح على المول؟ هي فكرة حلوة. بتعرفي أنا لازمني كتير غراض، وأنا بروح ولو إنه ما معي ولا نص ليرة. أنا بعطيكي ولا يهمك. طيب وسميحة، هلأ بتقول إنه عندي دراسة؟ ها شو بها سميحة؟ طلع اسم بالإذاعة؟ نروح على المول. تروحي؟ طبعا بروح. وانتي ميدو شو بتروحي؟ لا لا انا ما خرج روح، هلا بحط كل شيء معي وروح وما اشتري شيء. نو واي، مو ورده بقاموسي. ميدو ام النور بتعمل لك كنترول، تقدري؟ ولو اذا انا ما بقدر مين بيقدر لك؟ بس بشرط بتنفسي كل شيء بقول لك عليه. اوكي هي كثير حلوه عن جد، لعبت لي كثير. طيب هاي التيشيرت شو في منها الوان؟ في منها اسود وفوشيا وذهبي. اوكي بدي اياهم كلهم. لحظه لو سمحتي، لحظه اعطينا منها الاسود. كنترول. اي هاي اوكي. عن سداده وكمتي على البناتين هذول؟ بدي اياهم كلهم. لا شو كلهم؟ واحد بس نقي. هاي الله واحد. كنترول. صبايا شو صار معكم؟ ايه ده بحبني، تعالي يعني شوي، بعدين في بضاعة كتير نايس. حبيبتي ما حدا بيلهيني عنك. الو ايه وسيم حبيبي، ما عم بسمعك. شو؟ لا ما عم بسمع لأنه بالمول. أنا والصبايا. لا ما في شي، بس هيك ضايق خلقي. كيفه أبوك؟ طمني عنه. أي الحمد لله، الحمد لله على سلامته حبيبي. دير بالي على حالي. لا تخاف، دايرة بالي على حالي. وانت كمان دير بالك على حالك. طيب خلص بس ارجع بحاكي. اوكي يلا باي باي. وسيم ما؟ ايه وسيم. ايه وشو بده؟ عم بيطمن علي. ايه وكيفه هو منيح؟ ما فهمت شو قصدك بمنيح؟ ما في شيء ما في شيء ما في شيء. انسي انت ليش عم تسألي؟ حقي بدي اطمن عليكي. نسمة قديش طلع هدول؟ ايه لا نحن ما هيك اتفقنا، نحن اتفقنا ناخد البلوزة السوداء بس وجينز واحد. خلاص ما عاد بدي اعمل كنترول. ايه تصطفلي. ايه بس شو هذا كمان؟ ليش كل هدول؟ هدول مو كلهم لإلي يعني، ما دخل يعني قصدي مثلا كلهم كل كل الصبايا اخذوا. سميحة ولبنى مو هيك لبنى؟ مثل ما عم اقول لك، شوف عيني ما حدا قال لي. ومتأكد انت؟ طبعا متأكد. طيب ونور؟ شو بنور؟ شو بتعرف عنها؟ هيه بلاوي زرقاء. شو يعني بلاوي زرقاء؟ ولك احكي بسرعة ولا؟ يعني شو يعني كل يوم مع واحد شكل؟ خلاص ولك رقيب. ايه والله لا رب الحارة كلها فيه. يخرب بيتك لحد ما بعدين. لك شو في؟ واحد قليل هذا بده ترباية، لك عم يجيب سيرة الناس على لسانه، صحيح هالكلام ولا؟ لك يا معلمي فهمان موضوع غلط لأخو. فهمانه غلط؟ والله يا خلي الغلط يعلم على الشباب. ايه ايه ويطلع بيتك. وغاششني كمان؟ غاششني بيروكي؟ على آخر الزمن بيروكي، على آخر الزمن بيروكي.